للطفولة وهم أنهم موزعين للجنة الأساسية الرئيسية ويشار إلى التوصيات التي أدعوكم جميعاً للاستماع تنفيذ هذه التوصيات. أكيد قد يكون ممثل أي قطاع كل التوصيات العامة. إنما ستقومون به من عمل هو شرف ومسؤولية تقع على عاتقكم من أجل المساهمة الفعالة في مجهود الدولة للتكفل الأمثل في المستقبل بالطفولة في بلادنا وضمان الرعاية الصحية والتربوية الجيدة وكل ما تحتاجه هذه الفئة من أبنائنا وبناتنا. عدة نشاطات وآخرها ربما في سنة 2022 شهدت تنظيم جلسات وطنية حول واقع الطفولة في الجزائر، إنجازات ورهانات اللي كان أشرف عليها السيد الوزير الأول، وكانت يعني عدة ورشات كانت خلال هذه الجلسات اللي أثمرت على مجموعة من التوصيات. اليوم وبتوجيهات من السيد الوزير الأول نعمل على تنصيب أفواج موضوعاتية تتناول مواضيع محددة، كانت عبارة عن توصيات للجلسات لوضع يعني واقتراح طرق عملية لتنفيذ هذه التوصيات. إن شاء الله اليوم ينطلق العمل إن شاء الله لمدة، راح الأفواج راح تشوفها مدة قصيرة، وراح نعلن فيما بعد على الطرق العملية لتنفيذ هذه التوصيات إن شاء الله.